أخلاقنا مقياسنا وصفاتنا عنواننا كلماتنا ألحاننا هي فننا ورقينا. يا مامي مامي انت هتعمل لنا ايه الاكل النهاردة؟ ايوه يا ماما هتعمل لنا اكل عشان احنا جعانين قوي. والله يا حبايبي احنا ممكن ناكل زي اكل امبارح. يوه يا ماما احنا كل يوم هناكل نفس الاكل، احنا زهقنا بقى. ايوه فعلا. معلش يا حبايبي ابوكوا ما سابليش فلوس علشان اعرف اجيب لكم اكل. خلاص يا ماما هنعمل ايه بقى؟ ماشي يا ماما ما تزعلوش. ماشي ماشي. معلش يا حبايبي ما تزعلوش. ماشي ماشي يا ماما. خلاص هنعمل ايه بقى؟ الاكل الموجود يتاكل. ازيك يا ماما؟ عامله ايه يا ماما؟ ايه ده يا جيلان ده يا حبيبي انت جد دلوقتي؟ اهو لسه جاي بقى انا جعان ميت. يا ماما هتعملي اكل ايه؟ والله يا حبايبي يا ابني يا حبيبي ممكن اكلكوا زي اكل امبارح، جبنه قديمه وعسل وطحينه بس. ليه بقى يا ماما احنا استكفينا من الاكل ده؟ معلش يا حبيبي احنا ما عندناش غير اكل ده، في ناس ما عندهاش اكل اصلا. يعني يا بابا يا ماما بابا ما بيجيب لناش حاجه يعني كده وسايبنا كده؟ لا يا حبيبي برضو بيشتغل عشان يجيب فلوس ويجيب لك اكل. ما تقولش كده ما تقولش كده، استغفر الله العظيم يا رب. طيب ماشي هو جاي امتى بابا؟ لسه ما عرفش والله بس زمانه في الطريق يعني. طيب ماشي هخش اغير ويعني قبل ما اخش اغير هيكون هو ده يعني. اه ممكن كده. طيب انا جهزت بقى، بابا جاي ولا لسه؟ اهو يا حبيبي زمانه جاي. خلاص اهدى. طيب ماشي. افتحي يا كتكوت افتحي، ده انا شايل شيله. طيب ماشي عوض عوض. ايه عوض في ايه؟ دخليني انا مش قادره اتكلم، اوعي كده الشنطه تقيله ومحدش مهتم بيا. اه يا ظهري مش قادر. بعت حاجه ولا جبت لنا فلوس ولا حاجه؟ لا والله الناس رايحه وجايه، اقول لهم هاتوا تعالوا اشتروا ويطنشوا ويمشوا. طب ايه هنتغدى نفس الغدا؟ اعمل لكم ايه بقى؟ ما انا ما جبتش فلوس. الله يلا حضري الفطار الغدا عبال ما اجي. طيب ماشي استغفر الله العظيم يا رب. طب صح اختك يا جلال؟ طيب ماشي يا ماما. فردوس يا فردوس. نعم امي. يلا بابا جه عشان هنفطر. طيب ماشي هنتغدى ولا هنفطر؟ هنتغدى قصدي معلش. صباح الخير يا فردوس، عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله يا بابا. يلا بقى انا هروح اقلع عبال ما انت تجهزي الاكل. طيب ماشي يلا روح، ربنا معاك يا حبيبي، ربنا يوسع رزقك. انا على الباب بقى قبل ما حد يشوفني. بسم الله ما شاء الله. افتح بقى. بسم الله. اه يا حبايبي انتوا عيالي وشقايا وتعبي وكله. عمري ما هستغنى عنكم ابدا، عمري ما هصرفكم ولا هعمل اي حاجه، خليكم زينه كده ولا كان في حاجه. يلا يا بابا احنا جعانين. امشي يا واد من هنا امشي. طيب ماشي انا جايه بس امشي من وشي دلوقتي. ماشي ماشي ماشي. اوضه خلاص كده تمام، انا استريحت لما شفت الفلوس تمام التمام، واروح بقى عشان اقفل الباب اهو كده خلاص علشان ما حدش يخش من العيال، عارفهم لقام كده وبيخشوا بيجيبوا من المستخبي. يا نغير ما بنا، هيا نعيد نقاءنا، فنا سيرقى بيننا لو اخلصت نياتنا.